قهوة سادة بطعم المرارة الطافح. ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير واخدين بالكم الطرحة الجديدة ولايقة مع الفيديو النهاردة. تجربة كانديز مختلفة. جماعة انا طفولتي راحت هدر والله العظيم. الحاجات دي يعني دي كانت على ايامي استيكة. يعني استيكة بنقعد نمسح بيها. بقت كاندي امتى مش عارفه. فانا حاسه ان طفولتي راحت هدر. انا على ايامي ما كانش فيه غير جوليو اللي هو شبه الشيتوس دلوقتي، لو لقيت صور هحطها لكم، وشوكولاته كده اسمها ستارز كنت بحبها قوي لو لقيتها برضه هحطها لكم، وشوكولاته اسمها سناك او سناكس مش فاكره، كان لونها اورنجي كده. دول اللي انا اعرفهم. وكان في بقى معاهم بونبون كده على شكل برشام، كنا نقعد ايه نعمل نفسنا بناخده وبننتحر. ده اللي انا فاكراه يعني، حتى طفوله مشرده. الحقيقه كميه الحلويات المستورده دي ما كانتش على ايامي، فبحاول اعوض اللي فاتني. فدعونا النهارده نجرب الكانديز المختلفه مع فقره كبر في خيبك. لايك للفيديو، سبسكرايب، فعل الجرس، دوسي على كلمه قول. يلا نبتدي حش. مبدئيا يا جماعه دعوني اعتذر عن الصوت في الفيديو اللي فات، ان هو كان مظبوط في نص الفيديو كده ومن بعد نص الفيديو الصوت باظ مني. الحقيقه شايفين ده مايك جبته دفعت فيه دم قلبي هالي. قلت انا جبت اعلى مايك بس بعد انا الكواليتي عندي هيبقى او الصوت هيبقى ايه، صوت بقى نقاء بقى بس لان تفتح حجه جميل. كل الناس اشترت المايك ده، انا لما اشتريه يطلع فيه مشكله. مره يطلع لي صوت من سماعه واحده عدلت المشكله، مره يطلع لي الصوت عادي وفي نص الفيديو الصوت يتكتم. اما ده اعلى مايك ايه يا دنيا؟ ايه يا دنيا عايزه مني ايه؟ خلاص مش قادره. تعالوا نبتدي. هبتدي دي عشان بكرهها اصلا وبرده جبتها مفيش فايده. الحقيقه ان بلاقيكم كلكم في الكومنتات ان انا بحبها قوي، والحقيقه ان انا لما بجيبها بدوقها وبديها لبنت اختي بتحب الحاجات الصور جدا، فبدي لنفسي فرصه يمكن النوع ده يطلع حلو، يمكن الصور بتاعه يطلع اقل شويه. اي كلام صح؟ اي كلام. فتعالوا نجرب. اسمه كاندي ستيك، اصابع حلوه حامضه بنكهه التوت البري بلو بيري. ده منين؟ بحب قوي اعرف المصدر، اعرف البلد. تحذير، قد يكون له تاثير سلبي على نشاط وتركيز الاطفال. المنتج يحتوي على قمح وكبريتات، صنع بواسطه شركه تايلاند. اوكي. مين ده؟ صدقني يا مايك دي فرصتك الاخيره، صدقني بعد كده هكرهك. يلا نجرب. دي حلوه تايلانديه. مشكلة ان الحاجة ريحتها بتبقى حلوة قوي بس لا تيجي ايه تاكليها. الله لونها لايق مع الطرحة. يا سبحان الله، قلت لكم ايه في اول فيديو؟ ممكن الاقي حاجة الصور بتاعها مش قوي فاحبها، وبعدين قلت ايه اي كلام اللي انا بقوله ده ما طلعش اي كلام. عينيا ما قفلتش، عينيا ما قفلتش. الصور بتاعها مش قوي خالص. الله اخيرا طعمها حلو جدا. ايه ده؟ احنا دايما الفيديو لما بيبدا بحاجه حلوه بيخرب. ربنا يستر، ربنا يستر على الباقي. حلوه قوي، مش حامضه قوي فجميله. بصوا مكتوب عليها حلال حلال. حلوه. اكبر دليل ان انا ما عدتش اعمل اللي بعمله ده، ما جاليش تشنجات. اللي بعده بطعم الابل. ياه انه جميل جدا. انا جايبه اتنين بس يعني، دي لما تطلع حلوه اطلع جايبه اتنين بس. بصوا فيها قد ايه، بس هي جامده شويه يعني بالنسبه اللي جربتهم قبل كده اللي هو متغهب فما بتتشكي قوي. واتكيت لي على السين. طعمها حلو، هي عنيفه شويه بس طعمها حلو. اديهم كام؟ طعمهم حلو مش حامضين قوي بس عنيفين شويه، تحس ان انت هترهقي وانت بتاكليها. دي 8. الاثنين دول هنقصهم عشان الارهاق اللي هيحصل من المضغ بتاعها. البصل اللي بعده، اللي بعده البتاع اللي هتجنني دي، ممحاه. دلوقتي بقت ايه على ايامكم؟ بقت ايه؟ بقت شوكولاته بالحليب من اسبانيا. حد لف زيي كده. كل الحاجات دي انا جايباها اونلاين. ليه برشامتين؟ تطلع تجري وبعدين ايه ده؟ عامله زي ايمان امز. تشيو. كل واحده عليها حرف شكل. ما عندكوش حرف الام؟ هي مالها متدغدغه كده ليه؟ الشوكولاته اللي جواها طعمها حلو، اللي جواها عامله زي كادبري كده او جالاكسي. حلوه. 8 يعني ما شدتنيش قوي، عادي ممكن اروح اجيب ايمان. اللي بعده من الحاجات اللي شدتني جدا جدا كونو. الكونو ده بطعم الكراميل ميلك، ميد ان ايطالي. اوكي اسبانيا وايطاليا تايلاند. دوست على لساني. اوكي هو ده ايه اصلا؟ انا مش عارف. ويفر محشي بالكراميل. اوكي طلع ويفر في الاخر. الله ايه ده؟ ايه ده يا خلاصي؟ حاطه
حصبة دي ولا ايه؟ الله شكلها حلو. يلا نجرب. بسم الله. الله، الكراميل بتاعه طعم الكراميل اللي فيه والكريسبي ده فظيع فظيع. بس بس دي هاكلها دلوقتي حالا كلها، وعشرة من عشرة فظيعة. انا بحب الكراميل وبحب الكريسبي، فهي بالاثنين. نونو قوي صغنطوطة. وانا جايبة واحدة بس، بس عليا طلعت جايبة واحدة بس. اكل البسكوتة اشوف فيها ايه. في شوكولاتة لحد الاخر. طعم البسكوتة تحفة. يا خوفي من اللي جاي. هشيلها عشان لو في حاجة جت سيئة نرجع نحسن الوضع ده. عشرة عشرة. ثواني، عينيا عايزة تدمع مش عارفة ليه. متدمع عيشة عيشة على اللي عدى وراح. اللي بعده من الحاجات اللي عندي فضول اجربها، ايدي دي. في منها اتنين. دي عبارة عن ايه؟ بومبو ده ولا ايه؟ مستشفى دي؟ اي ترجمة؟ اي حاجة اهي. ترجمة على الورقة دي، انا مش شايفة. مظلة شوكولاتة بانيا. اوه لا، تحتوي على المكسرات والفول السوداني. ماشي، مظلة شوكولاتة. طعم ايه دي؟ بطعم ايه؟ اي حاجة، مش مكتوب اي حاجة. خلينا في الزرقاء الاول. يا اختي ده انا لسه مطلعاكي من التلاجة، ولكن قلبي حاسس ان انتي مسكرة قوي. نسيت ان انا فاتحه فيديو وبصور. دي حركه تلقائيه لازم تطلع، ما ينفعش نسيب الورقه مليانه شوكولاته. يعني قله ادب صراحه، اهدار. مش حد يعمل كده قدام الكاميرا ابدا. سوري. نرجع لايه؟ برستيجنا. اوكي، شوكولاته بالحليب. شوكولاته بالحليب كابري والحاجات دي نفس الطعم. حلوه. طيب دي شوكولاته بالحليب، دي ايه بقى؟ يعني ما وجه الاختلاف ما بينكم غير ان انت زفراء زرقاء وصفراء؟ زفراء ده لون جديد ان شاء الله. مش حاسه بفرق. هيطلع فرق اللون بس؟ لا بجد مش حاسه بفرق. انا اسفه برضه على القرف. تقريبا الاثنين نفس الطعم، فرق الوان عشان بس شكلي ما يبقاش وحش. دي كام؟ 8. حلوه. اللي بعده، انا خايفه ما دام الحاجه ماشيه كده حلوه في حاجه هتيجي في النص، فاهمه؟ كوك كوك يا جماعه. انا مبسوطه والله العظيم بالحاجات اللي انا بجيبها دي. انا مبسوطه ان انا بعوض طفولتي. مش قوي، مش مبسوطه قوي صراحه. ما خلاص. تحذير، زياده الكميه المستهلكه على 40 جرام في اليوم قد تسبب الاسهال. ماده ترجيع، ايه ماده تزجيج، شمع العسل، شمع الكرنوبه. حلوه يا جيلي، بتعمل كولا من انه داهيه. انا مش عارفه الحياه بضايق نفسي ليه وانتوا بتعصبوني ليه. وحله في الموضوع. يا خلاصي يا خلاصي. الواحد متعود عليها الحجم النونو دي. دي جميله. اتنين لازقين في بقى. الله حلوه قوي. يلا ندوق. بسم الله. زي الجيلي كولا بالظبط اللي هي الصغننه. ناخد واحده بس ما تجيبناش اسهال. حلوه 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 حلوه. ايه معنا هنا؟ البان بطعم الفواكه المشكله. ده منين بقى؟ مكتوب عليها لا تباع مفرقه. معاكي اتنين لبان فرط لو سمحت. الله ريحته حلوه قوي. هو انا ايه ده؟ في ايه التفاهه اللي انا فيها دي؟ والله شكله كيوت قوي. اوكي احنا هندوق واحده من كل واحده نعرف ده ايه. الاصفريقه، موز تقريبا. مش ده موز؟ الاحمريقه، فراوله. دي فراوله؟ مش مستطعمه. حلوه بس مش عارفه ايه. هو تحسه مش بطعم فواكه اصلا. اللبني مش بطعم برضه. فين الفواكه في الموضوع؟ في محلات الايس كريم، في ايس كريم كده بيتباع بيبقى لونه ازرق بيقول لك ده ايس كريم لبان. هو نفس الطعم اللي هو مش فواكه. لا هو نفس الطعم ده. ايه هو ده؟ مش عارفه. حلو. هديله كام؟ 8. في بان كده مايع زيه، مش فاكره اسمه. هو مايع كده. اللي بعده دي لو تفتكروها جبت منها مصاصه قبل كده وكان طعمها حلو جدا، فجبت طعم تاني. ده بطعم ايه بقى؟ بطعم الاورنج. والبراند دي طلعت معروفه جدا، يعني اللي كان منها برضو الكنز اللي كنت جايباهم. ملهاش ريحه ولا طعم. الواحد كان زمان يقوم حاطط المصاصه كده اي هبل وخلاص. من هنا ده عامل زي الفندوم. طعم البرتقال مش قوي فيها. كده بقى قوي. حلوه. 10. اللي بعده ليتني لم اكبر. اما الان معانا توفيتا. توفيتا تركي. يلا نجرب توفيتا من تركيا. يا جماعه عايز اسافر تركيا حقيقه. عايز اسافر تركيا، عايز حد يسافر معايا، مش عايز اسافر لوحدي. عايزين نلم بعضينا كده ونطلع جروب. هي دي طعم ايه؟ الكريز. جوا كحه. كريز ده كحه معروفه. كريز جوا كحه. لازم تيجي في الاخر وتتنيل. طعمها بدا يحلو.
مش فاهم ده كحه نص نص مش قوي. دي كام؟ 5. يا مؤاخذة على الشوط اللي هيطلعلكوا في المايك ونعملها اللي بعده. واخر حاجة معانا النهاردة سكر. ده الحقيقة فيه منه نكهات كتير بس انا شدني قوي ده. حلو ومالح. هيكون طعمه عامل ازاي؟ لا ادري. المفروض ان ده محطوط في باكج كده بتفتحيه وتحطيه في المايكرويف. مش عارفة بيقعد قد ايه بالظبط. هيطلع طعمه عامل ازاي؟ لا ادري. يلا نجرب اهو. الله لونه حلو قوي. يلا بينا على المايكرويف. ترت نعمله على نجرب 3 دقايق مثلا كده. كده هنسمع الطرقعه والفرقعه. بصوا لسه ما خلصش اول دقيقه وبدا يعمل اهو. اوه ما شاء الله ده في دقيقه اتعمل. كفايه انا خفت. ما شاء الله في دقيقه. تعالوا نفتح وندوق. ويلا ندوق. ومفتحين على الله. حلو قوي ده اللي هو جاهز على الاكل كده. دقيقه في الميكرويف. سخن قوي. هو فعلا مش باين حلو ولا حادق. مش حلو وحادق. هو مش باين حلو ولا حادق. النكهه اللي فيه مش قويه. لذيذ. طعمه لذيذ. ما هو انت مش بتاكلي حاجه مملحه ولا حاجه مسكره. بينين بينين. لا حلو. حلو قوي. ده عايز له بقى ايه؟ نتفليكس فيلم كده. انا بصور الفيديو دايما الخميس. اكل ده وبعديها الكون الصغننه الجميله دي. يا جماعه مش عارفه اجيبها لكم ازاي بس الفيديو خلص والحاجات كلها طلعت. مفيش حاجه طلعت وحشه ودي في حد ذاتها ما بتحصلش. ما بتحصلش خالص اطلاقا. حتى الحاجات اللي صورت طلعت حلوه سبحان الله. وكده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. جربت حاجات مستورده الحياه كلها واتبسطت. باين على وشي الانبساط. حابين نعمل فيديوهات عن ايه تاني؟ ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. وطبعا عايزه اقول لكم ان الفيديو المره اللي فاتت اللي هو خليت اليوتيوبرز يحددوا اكلي دخل ترند. كان ترند رقم 7 على مصر. مش عارفه بالنسبه للدول العربيه ايه بس هو كان 7 على مصر. اختكم مشرفاكم وعلى طول في الترند. مش على طول قوي يعني كل فتره كده. قولوا لي كده الصوت حلو ولا في مشكله. انا يعني انا لحد دلوقتي مش هعرف. هعرف بقى وانا بعمل مونتاج. فان شاء الله ما يبقاش في مشكله عشان ما اتعقدش من المايك ده. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. باي باي. Thank you.